كنا مغاربة اش كاين تميسة وجذبة راها ميدانو سينما جنون. ايوا ايوا اللو كبيدات، كنتمنى تكونوا بخير على خير، عمركم هنا ولقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة. سمحوا لنا على الغبورات ولكن صافي عاوتاني ما بقاتش غادي نغبر، قصدنا انكم نصوروا فيديوهات صراحة كاين شوية صعب. قلتها قلت لك راجعوا معتدين وانت بغيتي تديري فيها جو هائج الى قليل لا يجعل واحد. اش انت لابس هكاك؟ قلت لي معتدل وسولت وجهك الشر كي طلعت البارده لا مسخونه صافي القضيه ولا تبان سخونه. اذا سخونه عندكم سولت قلت لي واش كاين البرد وجهك البرد؟ قال لي لا عادي لا اذا كاين البرد بيسكو ما جاش البرد حيت مكبط. فهمتوا شي حاجه؟ فهمت اش بغيت نقول لكم اليوم الاثنين يوم الاثنين قررت انني ما نبقاش نحل مع الاثنين غنبقى نحل بلاصتو الحد بيسكو الحد كيكونوا البنات بزاف ما خدامين وروب وداكشي مسكر مع رمزان بيسكو نهار الحد كيف كتكون كيكونوا البنات باكين وداكشي علاش نبقى نصد ونخليهم ما عنديش انا وليت كنحل الحد واثنين حيت ما كتكونش الحد خدمه الويكاند دونك كي كتكون سلعه ما كايناش صافي نبقى سبتين. دابا غادي انا ماما وخالتي غادي نهز ماما انا وسفيان وخالتي انا ماما وخالتي انا وخويا ومراتو غادي نمشيو نهزو دابا ماما وغادي نمشيو باش نقضيو الاغراض و دونك هاد الفيديو غادي تكون معانا تحضيرات تا كازا ميمكنش تدوي و تا حاجة من الصباح انا كنحاول نرفع صوتي و التاكسي و التاكسي و التاكسي معانا تي مي ديال داك الطاكسي بيه الطاكسي البيض هنا هنا في كازا ما تيجموش هي بينا الصراحه تاع النهار البيض عندي راه الساس مخبيت مخبيت واحد السنيس لا فنا كيجيو فيها ثلاثة هكا اخ دميس تي من خدمة كيصوني عاودي لهم شنو وقع البال وين عيطو يا باهي خالتي بيرات جديدي لهم السيد نشوفو شنو كاين هنايا لكم بتيتور شوفو 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 شنو كاين هنايا لكم هذا اللي بدينا هذا هو الفاصل كتجي من هنا ومن هنا دابا هذا شال هنايا الفاصل وهذا هذا فوق القفل اللي خدينا مزيان بعد انا راه ماشي دابا مش نوبتي هادي لا باش كنا دابا حنا عندنا الحنه وسفيان غادي يلبس الخزانه انا اختي راجلي ديما في عيني عريس فوق هذا فوق قولي شي تاع العرس دابا واخا تويت لي شي تريك غليظ لتحت حيت البرد راه قلت لك انا غنديرو شي عراسيه ما تتسمعش الله اييه عرضوا عليا انا راه كنعرف يا مولاي السلطان زينك تشوف زين ولا بغا انت ولدي راه ما على سلطان ها قال على مزيناتك راك واخد الزينه خدي هذا غنخليو الشروح يتمناش كنديرو الشروح
لبس وته ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جاتك غزاله كان عندي الحمد هذا راه مدخل راه ولدنا اللي زين راه كاينه كاينه تبارك الله وصلنا عندك تسرع انت جرب جرب يلاه جاني بغيت نشوفها بغيتي تشوفها الزين شوفها كيف الزين لابسه كما كانت زوينه نقول تبارك الله تبارك الله ما شاء الله عند اختي شوفي شوفي الكمال ديالو غزاله ها انا ما نشوفوش التريكو تاو حمزه فهمتي والله اللون جاك واعر سفيان واخا ما عندكش مع هذا اللون كان جاك واعر واخا ودادي معليش لبستها عندي الودادي لو كان هذا اللون جا زوين هذا حتى جا غزال هذا جا فاش هذا اللون هذا زوين هذا ولكن هذا كيبقى هذا الشعر هذا زوين قالت لك والله تعالى صافي غياخذها جات زوينه غياخذها قالت لي شي شي زين نقدر غنبرزلو سفيان ما انت جيتي اصلا في الحنه ديالنا ما كنتيش معايا عندي عندي برغم ما انت جاتك اصلا اللون جاك واعر ما شاء الله ما شاء الله قولي تبارك الله تبارك الله ما شاء الله مزيان اه عرفتي كي جاتك غير بلاصه عند بلدي قالت لي قلت لها تقول لهم مينيكا خافوا غير تجي هاد عسل تريكو يا شرفه سيري تريكو واعره واعره دابا صافي خدنا الخضره بغينا نحضر حمزه حمزه شلويين شوف كتمشي فين من الشكله دابا خفنا نجربوا فيها عاوتاني تجي زوينه يقولك عجبتني هذه اه نحن هاكا صافي لا ولكن علاش يقول لك الاول اللي عندك انت بالدار عندك الديكرادي ديال هذا الشيء عندك النوار عندك البلوغوا عندك داك الصومو هذه جات عاوتاني كثار بالاخر انا عارف واش كندير لي واعر ماشي سيدي سفيان خويا راه ان شاء الله امين سعدات وياك مرضيه راجله والله حاجه غتعطي الراجل غتقسم لكم الجيل وعصيتي جهنا رضيتي بشي بريضه اوكي تو خصنا رضي انت هذا ترى هو ما كيسمعكش الدم داك الطرف ديال الترضيه انا بنتي تاخذي خضر حتى داك الباج زوين كلشي خضر الله يسمي مسكين وانتم كلكم اليوم الخضر صور احنا العروسه حنا عائلتي وبلادنا خضر نفس الشكل وانت شنو تاخذ انا نتمنى ناكل خذي شي حاجه ايوا انا ما ناخذش خضر ميا غادي تبقي فيا ما ناخذها ماما خذي الباج هادي اه ديك سوا شوفي البلاد انا كنجيب عطيه الخضره فين البلاد انا سير بلا زوين ماشي شوفي البوس اه شوفي البوس حتى البلو زوين حاجه في الشوفه ماشي يلاه خذي شي حاجه انتي والله ما بغيت انا كنضحك انا عندكم هذا الشيء كنبغي صبر ديال هذاك هذا الشيء كيضرني في رجلي هاي انا كنصور ضحكت وقلت مالك يلا كنت غادي نبدا في المونتاج ونلقى سي فيديو الاول ما مصوراش فيه شي حاجه وقلت نكملوا لكم شارك معكم الاحداث المنزليه صراحه وجهي حالته اللي ما تحالي ما تهليت فيه بما انه دابا غادي ندير واحد الماسكو وما غادي تشاركوا معنا وغنوريكم واحد العيبه كنت شريتها من عند واحد الدري في درب عمر كان حاطو غير بحال هكا الفراشه فهاد شي رونجمون زوين كتجمعوا فيه لي برودوي ديالكم كتجمعوا فيه كاع داكشي اللي بغيتو يلا نزيدو غادي خدو حتى هي كفكره هذاك الشوكولا فيرو اللي نسالي ليكم ما تلوحوهاش هادي ديروها رونجمون ديروا فيها الصبيغ ديالكم اللي قلت لكم هما هادو دي بواط كديري فيهم داك البرودوي ديالك كيجمعو الصراحة كلشي ليلى وين كيكونو في اللوان دونك أول حاجة غادي ندير غادي نغسل وجهي بجل نتوايا عندي القوماج ديال كرموس الهندي هذا قوماج ماسك كتستعمليه كيف ما بغيتي انا كنديرو وكنخلي وجهي يتنفع به واحد
واحد 5 دقائق هكاك عاد كنبدا نقومي. دابا الوقت اللي انا ندير الكوماج قبيله تفكرت اني كنت كنتفرج في تيك توك وانا هو تلاقي واحد الفيديو واحد تشالنج. دابا غنعيط على سفيان وغنقول لي اجي ديرو شوف واش راه يستقلي. سفيان لعب ساليتي ولا باقي؟ واش باقي الطرح ولا باقي ولا شحال باقي فيه؟ ايه صافي تتسالي واش بغيت نصور معاك واحد اللقطه في الفيديو. دونك تشالنج هو خاصك تخرج هادي تخرجها بلا ما تطلق يدك بلا ما تفزق الفوطه. لا لا غلط غلط ماشي هادي الحل. خرجها بلا ما تسد الماء خاص بلا ما يتسد الماء. شنو غتسوي واخا دابا دابا خاص ما تزكش هذيك ما تسدش الماء وما تطلقش ايدك وتزيد يدك وي كاين كيصحابني ما غاديش تعرف لا والله الا كاين كيصحابني ما غاديش تعرف لا كاينه طلعتي ذكي وكنتي شاكه هادشي ولا كيفاش؟ لا طلعتي ذكي ذكي والله حتى كان كيصحابني ما غاديش يعرف لا حيت شو تمسح لي ما يدو ولا شي حاجه حيت في تيك توك حيت فاش كنت كنشوف في تيك توك بزاف لي ما عرفوش لا وانا براسي ما طاحش لي فكره تقريتها في لي كومونتير ثاني ذكي واش شفتيها في الفيديو والله ما عمريش ما يمكنش مع ما غادي طيح فيها والله ما عمري شا واش انت ما كتيقيش في القدرات نتاعي ولا كيفاش كنتيق في القدرات نتاعي ما كاينش عندي فيزا حيت راه ما يمكنش راه انا تقرات لي كومونتير غاد فهمت البلان ايوا انت ديك دي انت وانا انا الناس زوي اما يبقى لي واش نفيك عياق اش كتقول يا راجلي في العياق راه ما في العياق والله ما هضرت هكاك مبسط لا لا والله ما فيه العياق شفتي قولوا لي كي جا رجا بادور بعدا نسيت هاد اللقطه حتى ديك لقطه الفيديو راه قديم جربت دوماج مي جربت في الدار ما جاش فيديو مصورتكش شويه كنا غناخدو ب 100 درهم الوالده تشاقات في السيد الله اي 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 نمشي انا 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 ما كنقدرش انا ما كنعرفش انت وسورتو انا اللي ولات في الدومين ديال البيع والشراء كيبقى فيه بنادم حيت كنقول ما كاينش شي رباح ولا كيبقى فيه بنادم تقدر تقول لها 1000 درهم تقول لك واه الا لقيتو عليها 100 درهم كتحطمهم يلا خليوك لاعب الى اللقاء الى اللقاء. المهم غادي نقومي شويه ما تحكوش بجد عيب شويه صراحة أنا قلت ما غاديش يعرفها حيت أنا براسي فاش شفتها في دي فيديو في تيك توك ما عرفتش لا ما فهمتهاش قرات لي كومونتير عاد قرات لشي وحدين جاوبوها عاد استنتجت الجواب حيت كيقول لك انت شاد الفوطة. المهم جربوها نتوما خواتكم وداكشي شاد الفوطة كيفاش غتخرج يدك من تحت الروبين تحت الماء بلا ما تسد الماء بلا ما تفزق الفوطة زكيدك هو كبير دار لي واحد الوحده وما عرفتها عارف كي خصك سفيان اجي قول لهم هذاك اللي قلتي لي قبيله ديال ان اوم يون فام قول لهم هذاك اللي قلتي لي قبيله ديال ان اوم يون فام ووضح قولها زعما وشوفوا انتوما الجواب ديالكم خصكم تكتبوه في لي كومونتير وركزوا مع سمعوا مزيان سمعوا مزيان شنو كيقول غتعرفوا الجواب انت ان هوم وين فام سون رونتري دون اون ميزون ils ont fermé la porte la bougie a commencé à s'allumer qu'est-ce qu'ils font سهلة انت ما كنتش نجاوبك دابا واحد انا ما عرفتش انا قبيلة لا عرفتش قبيلة دابا غندير لك بيوسا غندير لك بيوسا صافي دابا نتوما اللي عليكم انكم تجاوبوا في لي كومونتير وانا حيت قلت لكم في الاخر الفيديو شي حاجه غتعرفوها غدوزوا غشوفوا تسمعوا غشوفوا تكتبوها انا عارفه القلب ديالنا حنا المغاربه دونك اشنو غادي نديروا نتوما خصكم تجاوبوا في لي كومونتير
جاوبوا في كومونتير تقولوا شنو واش عرفتوها بلا ما ديروا لا ريشيرش حتى شي بلاصه سواء عرفتها ولا ما عرفتهاش غنجاوب في كومونتير نقول لك وي ولا نو ولا شنو الجواب. وفي الفيديو الجاي فيديو اليوم مورا هذا ان شاء الله غادي يقول لكم صوفيا الجواب زعما غادي نقولوا ماشي غادي نكتب لكم وي اون يعني ما غسلوش حنا غير غوماج والوجه فريمون كيتنقى داك الماسك ديال الزعفران والعسل شوفوا التكستور ديالو العسل والزعفران الحر واعر هذا الماسك فريمون واعر دابا طافي الضو ما غاديش يبان لكم المهم كملت واخر حاجه درت هي كريم انتي اج انتي تاش ودرت كريم كونتور دي زي وغادي نجبد عليه وشكرا وندخلوا نعسو تعطينا اليوم وحده الليل وكنفيقوا لهما بكري كيمشي معايا سفيان انا الاولى نقضي غراضي عاد كنجي نحل المحل عاد كيمشي هو محلو كنضربو تمارة كنضربو تمارة 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 ديال بصح مشي تمارة تمارة يلا بيزو وبونوي.